الاسماء اللي على البورد دي بسم الله الرحمن الرحيم. الاسماء اللي على البورد دي كلها هنحتاجها النهارده في المحاضره بتاعتنا. الاخر هنا تحت خالص في مكان اسمه ستريتسو. ستريتسو دي العاصمه بتاعت الدولتين صح؟ مش انا لسه بس كل ما اقول لك ايه احنا رجعنا ستريتسو تقول لي احنا رجعنا الكابيتال بتاعت الدولتين. في مكان اسمه زندا. لو فاكر معايا ايه اللي كان بيحصل في زندا اتفضل. في كاسل كبيره جدا في زندا. كسر ولا مش كسر؟ طيب في قدام الكسر في حاجه كده اسمها موت في البلدي كده طلعت ميه كده قدام الكسر في جروب اتش 1 2 3 4 5 6 كوبري كده واضح ان دي البوابه بتاعتنا يبقى جوه في اوض كتيره جدا 30 40 اوضه احنا هنحتاج الواحد هنحتاج اثنين ثلاثه هنحتاج حاجه كده كلمه كده لما حضرتكم انتوا بتتصوروا كده كلكم اول ما اسالهم محدش يعرف انتوا بتصوروا عالم عليهم يعني في كلمه اسمها منشن ايوه ما احنا خدناها اول محاضره منشن ايه بس انا طول المحاضرات اللي فاتت بتاعت الستوري ما كنتش بقول كلمه منشن كنت بقول كلمه لونش اللي هو البيت ده احنا بقى اللي هو البيت ده يعتبر منشن والمنشن يعتبر لودج بس انا بس غلطت ان انا دايما كنت بقول لكم كلمه لودج وما كنتش بقول كلمه منشن النهارده انا محتاج كلمه منشن منشن ده مش دي الكاس اللي فيها مايكل ده المنشن بتاعنا المنشن دوت بقى ايه؟ يعني حته على جنب كده لمزاج مايكل يعني مايكل واخدها لمزاجه لما كان بيعزم الملك فيها زمان كان يعزمه في المنشن ده هذا المنشن اهو ده لو احتاجنا المنشن للاهالي وادي اوضه 2 3 4 5 على بعد نص ساعه من الكاسب في مكان زمان نص ساعه بالظبط سميناه ايه؟ كان في مين بقى الفندق دوت كان في ثلاثه في اولد وومن وعندها دوتر ما نعرفش اسمهم ايه تو دوتر يا واحده اسمها دوتر والثانيه اسمها دوتر والمهم اسمها اولد وومن على بعد 8 كيلو 8 كيلو من الكاسل بتلاقي مكان كده على على ايه؟ على تانك كبير كده بتلاقي مكان اسمه تارلين هاي هو ما تعرفش انت تارلين هاي مكان اسمه تارلن هاي مر عليك الاسم ده السنه دي؟ لا برافو عليك جيت ديفرنت نفس هو اسمه تارلن هاي العيله بتاع تارلن هاي ليهم بيت على بعد 8 كيلو 8 كيلو زي من هنا ومايل على بعد 8 كيلو من الكاسل بيت لتارلن هاي للعيله يعني زي ما حد فيكم مثلا اسم عيله كبيره منكم اتفضلوا شكرا لو كان زمان كان زمان الملك الاصلي كان زمان قبل ما الملك الاصلي يتخطب في اللومه في الاوضه دي لما كان بيروح عند مايكل كان ممكن يتعزم هنا يتعزم في اللوج يتعزم في حته النهارده لو راسل بالحق يروح عشان ينقذ الملك مش ممكن يروح يقعد في المنشن يقول له قاعد في المنشن ده ينقذ فبالتالي ممكن نحتاج البيت دوت لو احتاجناه اوكي بقى عندك تارمون هاي وزن وسترينز والراجل اسمه فلوس وهم تارمون هاي فاكر انت سبت فاكر برنسيس فلافيا؟ العسل القمر فاكر مارشال استراك انتش مشير مشير لا 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 اطلع من الديك عشان ما بلاقيش استراك انتش ده المارشال بتاع لوري تيني مش جبتنا ده المارشال بتاع استراك انتش ده برنس انا سجل يا مش اي كلام مارشال استراك انتش 10 انا فاكر المره اللي فاتت برنسيس فلافيا مارشال استراك انتش راسم من الاقل مارشال استراك انتش انا بقول لك ايه انا راجل هجيب يومين ثلاثه هجيب هانتنج كده اعمل اصطاد يعني فعايزك تاخد بالك من فلافيا تاخد بالك من فلافيا فمارشال استراك انتش قال فلافيا هي فلافيا ما تعرفش يا احمد ازاي؟ يا احمد ازاي؟ يا احمد ده اللي بحط راسل اللي قبل ما يمشي قال له بقول لك انا ماشي وسايبك البلد انت تتصرف في البلد 1 2 3 4 5 6 6 دول الستة البلطجية بتوع مايكل كان في ثلاثة فورنرز الثلاثة دول أجانب اللي فاكر جنسيتهم بفضل هيكشورد انجلش بلجيكي بيرسونين بلجيكي
ممتاز فرنسا. الثلاثه دول بقى كانوا ليها مبادئ وانا جبنا سيرتهم بس النهارده هنموتهم ونخلص. واحد اسمه لون كرام كرافستاين الاخير اسمه روبرت هينزو. اسمه روبرت ايه؟ هينزو. هينزو ده انا هكتب عليه كده اختصار كلمه اخطر شخصيه النهارده روبرت ده. هو ده بيعمل كل حاجه اللي انت بتقول ده. واضح انك شفت الفيلم عارف الاوريجينال تكست النص الاصلي. طيب نكمل بقى. المره اللي فاتت راسل بالراح لاستراكل ديش قال له خد بالك من فلافل. حصل بعديها كان قبلها على طول كان عندي فلافل قال لها انا رايح اعمل هانت. حصل يعني هو الاول راح لفلافل وبعدين راح لاستراكل ديش. ايه اللي يخليه يرجع لفلافل تاني؟ النهارده كاتب بنزمتي يرجع لفلافل تاني ليه؟ الاول تاني الاول تاني هو راح لمين الاول؟ فلافيا. قال له راح لفين؟ استراكتش. قال له خد بالك من فلافيا عايز اكتب بروتكتف نافيا. بعد كده راح ياخد فلافيا. انت ما تروح طلع قبل كده استراكتش ليه؟ انت محيك محن محن ده محن اسمه محن لو كان في الامتحان وكتب جزء اسمه محن. يا عم والله ده صحيح ده يعني روح لها فلافيا زي ما انت كنت قاعد معاها في الطب وبعدين مشيت عايز ترجع تاني مح ده روح لها مبالغ تقول ده مبالغ شوف بقى مين اتنصر ده اسمه ايه؟ مح انا اجيب لكم هو قال لها ايه لما رجع لها في بيت ركب تو راح عمل خد فاصل لا You prefer to hunt animals than do your duties in the capital. في نص الصفحة الجدول الثاني. الثاني. So you prefer to hunt animals than do your duties in the capital. يبقى أنت بقى نفسك تروح تصطاد وما تعملش واجباتك، عليك واجباتك المفروض تعملها ما عملتهاش. ما بقاش لك محن ولا مش محن؟ فرودل فقال لها معلش بس الحاجة اللي أصطادها كبيرة شوية. Because I'll be hunting Miko. انا هصطاد ميكو. هصطاد ايه؟ ميكو. فلافيا قالت له this will be dangerous. نعم اتفضل يا صديقي. خطير اوكي. فلافيا قالت له الراجل قال لها if I don't come back you must become queen for me. لو ما رجعتش لازم تبقى ملكة عشان سلام. لا دي حاجة يا جدعان هل تعرفوا ان دي الستوري دي رومانتك ستوري يعني لاف ستوري فيلم اقول لك لاف ستوري فيلم احنا في حاجات بقى بنشالها في الستوري عشان ايه ما ينفعش بس انا هقولها صح واحنا عايزين اقول لك يا برنسيس فلافيا هي بتحب الكينج والكينج مثلا بيحبها وبعدين رودل دلوقتي بدا يحبها. فاكر الكينج دي كان في كام بنت؟ اثنين. واحده من البنات دول كانت بتحب جوهان. جوهان اللي قدامك ده جوهان ده عشان كده جوهان كان شغال في الكاسل وكان كل من الوقت للتاني يروح هنا. كان بيروح هنا ليه؟ كان بيروح هو في القصه الحقيقيه هو في الفلسطين شكله بس ساب لنا الحته ان هو بيروح لهم يودوهم يعني كده ايه بر يعني يبر بيهم لكن هو في الحقيقه كان بيحب بنت من البلد دي بلاش دي شاف روبرت ده روبرت كان عايز يتجوز انطوانيت. القصه اللي حضرتك بتقول لي شفت الفيلم كان عايز يتجوز انطوانيت فهي في لاف ستوري كل واحد بيحب الثاني بس الوزاره بتاعتنا عشان كلمه لاف دي عيب فما جابوهاش احنا قلناها عادي يعني سيبنا ده كله وهجيب من الكلمه اللي هي طب رودلف قال لها لو انا ما رجعتش لازم انت تبقي ملكه عشان فلافيا قالت له اي دونت ريلي نو واتس جوينج اون انا مش عارفه ايه اللي بيحصل
هعمل الصح حتى لو معناه ان انا امريكا الروتين امريكا هعمل الصح يعني مش مهم هيبقى امريكا هبقى امريكا يعني كان شغال فيلم انا بقول له اه شغال رئيس مجلس اداره رئيس مجلس اداره أمريكا عايز أنا أمريكا مش عايز أمريكا عادي جدا عادي جدا. شكرا يا رب أتمنى لما أكونش ده ضروري يعني يا رب أرجع يا رب أرجع أو سنة ومشي اتفضل يا عم كان بيتي فين؟ البيت ده راح راسل راح راسل بقى معايا وما يروح البيت ده راسل عد اللي معايا أدي راسل الحرف الأر راسل الحرف الإس مع واحد اثنين ثلاثة أربعة مع عشر عساكر عشر عساكر وشوية خدامين العشر عساكر دول مش يعني راسل كان ممكن ياخد جيش مع بس واخد عشر عارفين العشر عساكر يعني ايه؟ عشر عساكر يعني واخد زي مثلا زي العشر رجالة بتوعنا بتوع الصخة بتاعتنا اللهم صل على واحد منهم دراعه لا صوابه والصابع والله والله عشر رجال عشر رجال بس رجال عينهم ايه؟ يعني اللقطه جت كده بس تيجي معايا يلا طرنهايم وانت طرنهايم وانت طرنهايم العشر رجاله دول كلهم يجي معايا طرنهايم بس بشرط احنا رايحين يعني لو واحد سال مثلا ايه يا ريس احنا رايحين نعمل ايه في طرنهايم انت واخدنا احنا عشان تروح تصطاد يعني فيقول لهم مثلا ايه لا يا رجاله مايك اخويا خطف واحد صاحبي وحبسه هناك ينفع رجاله؟ ينفع؟ لا طبعا لا حرام لا حرام بص ضحك على عساكر ما ينفعش اقول لهم رايحين ننقذ الملك قال لهم رايحين ننقذ واحد صاحبي مايكل خطفه وحبسه فين؟ في الكاس وصلوا طرنهايم عدت ساعه بعد ساعه من قعدتهم في طرنهايم لقوا الثلاثه بص الحركه كلها من الثلاثه دول لقوا الثلاثه دول واحد اثنين ثلاثه عندهم في البيت فيدل والله وراح راسل الاول ما شاف روبرت قال له انتوا فين؟ قال له احنا وراك راس الدرجة انا جاي اقول لك مايكل بيقول لك دونت كام اوفر هير نهائي ما تجيش هنا لان هنا هنا في ديزيز مراد مراد فمايكل مش هيقدر يستضيفك هناك لان كل اللي هناك عجبين وكان عايز يقول له ايه؟ لو جيت هناك هنعلم عليك وهنعمل معاك ديزيز راح راسل قال انت بتدفع على الله 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 عشان يبقى لازم حاسس من جوه يقول الاسرار عشان يجيب جهاد لازم يروح عدى عند البيت اللي راح يكسب راح الاثنين ده ودخل وطلب اكل كده انا عايز اكل بس عايز الاكل يتجاب في الاوضه الواحده طلع الاوضه راحت البيت من البنات اللي جابت الاكل يا دوب جابت الاكل هو كان مغطي كفر الاسفنج كده عشان محدش يعرف راح كشف لها وشه اول ما شافته قالت له ايه بنت فوق الدكتور قالت له ايه يا هشام الجدول الثاني من تحت يو ار ذا كينج يو ار ذا كينج اي ريمبر يو وين يو ستيت وذ اس انا فاكر لما كنت ايه قاعد انت ما عرفتوش من اول مره ليه اي تولد ماي ماذر يو ويرنت ريلي ان انجلش مان اند ذات يو ار ذا كينج وبعدين في جمله تحتها خط كده I'm sorry if we said anything bad when we stayed with us. أنا آسفة لما قلنا حاجة وحشة عليك لما كنت قاعد معانا. ليه الجملة دي عجباني؟ مش هم اول مره قالوا احنا بنحب مايكل وواحد مش عارف ايه الثانيه ده مايكل بيجيب لنا زيت وصابون في الانتخابات وبتاع المره دي بقى لما عرفت الملك قالت له احنا اسفه لو كنا قلنا كلمه وحشه ايه عليك راح راسل قال لها ايه؟ انا هسامحك لو وعدتي تساعدينا وطلب منها ان يشوف مين؟ اتفرج يعني انت رحت يعني الوزاره شالت قصه الحب ما بين الواد ده وجوهان وبعدين راحت ايه الدكتور قالت له ايه وصدق تعالى اقرا كده الدكتور قالت له هي نيفر كامز هير اني مور ما عادش بيجي عندنا هي وركس ات ذا كاسل ده هو شغال في الكاسل دلوقتي فراح رد اقرا بقى وشوف وزارتنا لما نسيت ده خلاص يا ازهريه اللي هقوله ده
اخدش حياة يعني ده هو اللي اخدش حياة تبقى الحروض الفعلية بس انتوا لسه اصحاب اصحاب محب ولازم تطلبوا منه انك تشوفيه قولي له يقابلك بكرة بالليل الساعة 10 وهاتيه للبيت عندي يعني دي تسألني ازاي بقى يعني هي يعني تعمله كده مثلا البيت دي المفروض تروح له فين؟ الكاسل هي تقف تحت سور الكاسل زهران مثلا فوق فهي تحت له ايه؟ شجور! شجور! ويطلع من فوق ومن هنا انا مش عارف يعني بتتعمل يعني برضو يعني في حاجات كده فقالت بص قالت لي بس هو هتنسيه ده جميل ايه انا هعمل اللي انت عايزاه بس المهم تعملي اللي انا ايه عايزه سابها ومشي لما رجع بص خلاها رجاله لما رجع هنا احنا سبته يطلع على الباب فسبته بيقول له انت كنت فين انت وفين انتوا الاثنين؟ قال له احنا كنا في مشوار كده قال له انت عارف اتحركتوا من هنا وفي عيل من العشر عساكر بتاعتنا دي خرج من هشه جنب البيت هنا فضرب علينا والرصاصه جت في الارمي هم كلهم ما بيدلوش هم ما عملوش الارمي بتاعه احنا بقى لو بنعمل فيلم نخلي الواد اللي هو اتضرب بالنار ده يعني اسمه برنشتاين مش مهم اسمي يعني اسمه برنشتاين برنشتاين ده خارج بيتفرج على الشبيت بره البيت كده بيتمشى كده فضرب عليه نار والرصاصه جت في الارم بتاعه فسبت قال له طب وبعدين راس اللي قال له بعدين قال له الرصاصه الجايه يا راس اللي هتبقى ان يور ارم فيك انت فطلع اطمنه على الواد تاني يوم الصبح بقى تاني يوم الصبح شايف روبرت ده عشان لو كده عشان تقول لي كام زياره روبرت احنا لسه معديين من شويه صح روبرت رجع له مره ثانيه وعمل معاه الضربه تعرف ان روبرت ده يقول له راسل ايه؟ يقول له انا مايكل بيقول لك هيدي لك مليون جولد بيسز مليون حته ذهب وتسيب البلد وتمشي مليون المره اللي فاتت في الديتشر دوت قال له 50000 50000 المليون كرسي يساوي اكتر من كده مليون حته دهب فراح راسل قال له ما فكرش راسل بالوضع قال له انا المره اللي فاتت قلت لك امشي المره دي بقول لك امشي وايل يو كان وانت تقدر تمشي على المكان امشي انا مقطع لك رجلك فراح روبرت مشي على المكان قذر خرج قدام البيت رودل في غلبان جدا خارج وراه وسط العساكر العشرة وكل حد هو خارج كده فراح روبرت لسه يركب الحصان راح روبرت راح لفف كده وقال لي راسل ايه؟ ليتس شيك هاندز. سلم عليك. بص لما بقى سلم. كيوت جدا. كيوت جدا. بص انا هسلم عليك واعرفك ان انا روبرت ده مش كويس. ليتس شيك هاندز. سلم عليك. سلم عليك. طلع ايه ده؟ هو والله لا انا قلت ايه؟ ايه اخر سطرين يا عم؟ اتفضل يا عم. ايه راس اللي اخر سطرين. يعني ايه؟ يصرخ. بص روبرت عمل ايه؟ خد ال
اتعلم عليه ترجي مفيش بقى وقت اتعلم عليه. فهو كويس انه ما جابهاش اخد جابها مش عارف ايه وبتاع، بس هم بيضرب دايما في الارض مش عارف ترى في الارض راح سند راح طلع فوق في الترنايم في البيت قبل الدكتور، الدكتور كشف عليه وقال له اهلا في حاله كويسه ده يعني حاجه كده يعني اه يعني الاصابه نوت سيريس مش خطيره مش خطيره يعني الاصابه ايه سطحيه كانت ساعه وصلت 10 جنيه. اه بعد وصل قال له الحق جوهان تحت، نزل لجوهان تحت ولا بكتف بكتف اللي وصل هنا قال لك الرجاله فرقع عليه راسل لما شافه ده شخص عامل كده ويك ويك مش ويكد يعني ايه بقى ضعيف مش غلبان يعني هو كان بيتعامل مع مايكل يا اولاد لانه كان خايف من مايكل مش هو بيحب الشر مش بيحب السر هو يعني مغلوب على امره برافو عليه. عارف يعني ايه ويك مش ويكد؟ يعني زي مثلا ممكن الشخص يبان من الشكل ان هو شرير بس تحس ان هو من جوه طيب. ياما منكم شباب بس انكم بتتماشوا في الشارع بتلاقي او زميلك في المدرسه بتلاقيه عامل كده عامل كده وفي الاخر تلاقيه من جوه طيب وحلال وغلبان برافو عليك انا عايز قد كده تعامل معاه تلاقي الشر كله جواه الشر كله جواه قعد معاه قال له ايه بقى جوهان اعترف له بكل حاجه لدرجه ان الرسمه اللي رسمها لكم دي هو رسمها حد قالها لي تاني مكتوب كلمه قال ايه بقى عندك في بيج رقم 6 قال ايه بقى كلمه قال ايه بقى هقعد بس عشان اشاور لكم على الرسم اللي حد يشتغل معايا اتفضل يلا بس لا حد من نص المجموعه كده يكون صوته عالي لا قال ايه بقى؟ قول لي بس عربي مش قول لي انجلش وانا هرسمها عربي وانجلش صوتك هيبقى عالي؟ اتفضل اهو يا عم طبعا في اوض كتيره يعني بس اهم حاجه يقول له في غرفتين يعني السكوت بيقول له الملك اجيبه منين؟ فراح جوان قال له في تو رومز اهو تو رومز تقدر توصل لهم عن طريق اهو يا عم ادي الدروب ريتش اهو واحدة منهم ما فيهاش شباك. واحدة منها ما فيهاش ويندو شباك ما فيهاش شباك. أهو يا عم استنى من نرسم لك فيها شباك. طيب الثانية بقى. الثانية. آه خلاص بقى ما فيهاش شباك هنشوف الشمعة منين حضرتك. مهم الشمعة دي لما نخش جوه. ولع الغرفة الثانية. الغرفة الثانية فيها شباك كده. الشباك ده دي بقى فيها الملك برافو عليك الملك قاعد جوه اهو. الشباك ده مشكلة بقى، الشباك ده على المية، يعني أنت ممكن تخش من المية تبص بالشباك تجيب الملك وأنت مش فيها مشكلة؟ قال لك لا يا عم فيها مشكلة، لأن الشباك ده متوصل كده بحاجة اسمها بايل. أنبوبة يعني إيه بقى؟ أنبوبة دي زي أنبوبة شوف الخانة بتاعت الكفتة. والكباب. هي بتبقى مية وكبيرة. إيه اللي ممكن يحصل؟ جوهان بيقول له لو فكرتوا أنتوا تهجموا على الكاسل بأعداد كبيرة بجيش، إيه اللي هيحصل؟ في ثلاثة بيحرسوا الملك من جوه. أول واحد اسمه بيتالشر، والثاني اسمه فيرسوني، والثاني اسمه الثلاثة دول بيحرسوا الأوض بتاعة الملك. لو فكرتوا تهجموا على الكاسل في أي وقت، الثلاثة دول هيخشوا كيل ذا كينج، واحد كيل ذا كينج، اثنين يرموا الملك من الشباك ده في الأنبوبة، ينزل في المية، وطبعا الملك تشيند جوه، تشيند بجنزير حديد. يعني محدش يقدر ينقذ الملك. اي لحظه دخلنا ننقذ الملك واحنا واحد مخلص على الكين بعد ما يخلص عليه يعمل ايه؟ يرميه. عارف الشباك كله عباره عن محبوب. وبعدين ما تقنعنيش بقى ما تعملش زي البنات انا اسف يعني. دماغهم على قدهم اه والله واحده بنت طب ما يخش من هنا ويخش له الانبوب. ازاي بقى؟ واحدة قالت لي ده هو يقف تحت كده وأول ما يدخل الملك وحتى لو هيقول في الملك ازاي طيب وراجل بجنزير هيقع. انت لو بتعوم في الميه مش ممكن تشيل حتى على ايدك ده مستحيل. تقف في الميه وشايل حتى على ايدك ازاي طيب؟ ده بقى الجنزير بقى. طب ايه بقى الحل في انقاذ الملك بقى كده لو ايه الحل؟ حاجه مهمه يا اما مركب يا اما معجزه يا اما حد من جوه هو اللي يهرب الملك يعني حد يخون مايكل. اختار لنا واحد من السته دول يخون مايكل. برافو عليك. اسمه هنري.
روبرت ده هو ده اللي ممكن.